نفس مثال أربعة على الدالة الربعية، خلينا ناخذ أمثلة وكيف نرسم الدالة الربعية. الاف اكس تساوي مثلا اكس تربيع ناقص اثنين، هذه دالة ربعية ليه؟ لأنه أكبر أس فيها باثنين. نفس فكرة الدالة الأصلية، الدالة الأصلية كانت تبدأ من الصفر وتروح للما نهاية من الجهتين. طيب أنا عندي هنا في إزاحة سالب اثنين، فقبلها الدالة ما حتبدأ من صفر، حتبدأ من سالب اثنين، تمام، وحتروح تقريبا كذا للما نهاية من الجهتين. فالدومين نفس الشيء قلنا R، والرينج عندي المدى تاخذه من محور واي، بدأ من فين؟ بدأ من السالب اثنين، لاحظوا ما بدأ من الصفر، بدأ من السالب اثنين رايح الموجب ما لا نهاية اهو. طيب ناخذ مثلا اكس تربيع زائد ثلاثة، اكس تربيع زائد ثلاثة نقول اف اكس تساوي اكس تربيع زائد ثلاثة. بنفس الطريقة راح ارسم محور اكس واي، الدالة اصلا تبدأ من المفروض تبدأ من الصفر، لكن عندي ثلاثة هتبدأ من ايه؟ موجب ثلاثة على محور واي، هذه موجب ثلاثة، تمام، والدالة هتروح لما لا نهاية على محور واي. والدومين قلنا الدومين دائما ار، والرينج تحسب من محور واي. فين بدأ الرسم؟ من ثلاثة للموجب ما لا نهاية. طيب لو عكس، لو ضربت في سالب، قلت الاف اكس نفسها هي اكس تربيع، هذه اكس تربيع لكن ضربت في سالب، فأني كأني قلبت الدالة، كأني قلبت شكل الدالة، رسم الدالة. هي الدالة المفروض لو ما كانت في إشارة سالبة حيكون رسمها كذا. طب ده مرد في سالب، كأني قلبت الدالة فحتكون كده. تمام، الدومين قلنا الدومين R على طول، الرينج دائما نأخذه من محور Y. فين بدأنا؟ من الصفر، بدأنا من ايه؟ او بدأ من السالب ما نهاية الصفر، من السالب ما نهاية الصفر. دائما تكتب الرينج عندك من الأصغر للأكبر، سالب ما نهاية للصفر. هم ملاحظين كذا، سالب ما نهاية للصفر. لو ناخذ كمان مثلا برضو دالة تربيعية ال f of x تساوي سالب x تربيع زائدا واحد. طبعا احنا نعرف رسم الدالة التربيعية اصلا في الاساس لو ما في اشارة سالبة حتكون رايحة لفوق، صح؟ اول حاجة قبل ما اقلب الدالة، انا عندي الدالة فيها ازاحة لأعلى مقدار واحد، هتبدأ ندرس الرسم من موجب واحد، تمام؟ طبعا لو ما كانت في الإشارة السالبة راح أرسم الدالة كده على محور واي رايح لما نهاية، لكن ده في إشارة سالبة فأعكس رسم الدالة التربيعية كالتالي تقريبا. يعني لو أنا أخذت نقاط، يعني حجي النقاط هنا على الشكل هذا. طبعا الدومين على طول R، الرينج السالب ما لا نهاية اهو، هذا السالب ما لا نهاية الفترة اللي تحت للواحد،